كتير أوقات بيذهلنا كلام شخص عم يحكي عن أمور غاية بالغرابة، تخلينا نتساءل هل ممكن هالشي يكون حقيقي؟ حديث شخص يمكن تشوفه للمرة الأولى بيخليك بحيرة من أمرك حول إذا كان حديثه صحيح أو لا، أو إنه هذا الشخص عم يكذب أو لا. الكذب عادي أو ما هو كذب عادي؟ في كذب ممكن يكون يسلمه، وفي كذب ممكن يعتبر كذب مرضي، يسمى في الطب النفسي بغير المعقول أو الشخص أو الوهم. الشخص مثل هالحالة بيتحدث عن أمور خيالية بيصعب تصديقها. للحديث عن هالموضوع بشكل أوفى معنا بالاستديو الدكتورة غالية البغدادي، خبيرة الطاقة، واليوم عيد ميلادك، بقول لك كل عام وأنت بخير وعقبال المية. يسعد صباحك يا غالية، صباح الطاقة هيك. واليوم اليوم لازم تكون بريك، بس احنا أصرينا تكوني موجودة، أصرينا تكوني موجودة معنا وتكوني بكامل طاقتك. كل سنة وأنتي سالمة أكيد. غالية، يعني بداية حكينا هيك شوي، إمتى الكذب بيتحول لوهم؟ شو هو الوهم؟ أكيد يعني بتتأثر فيها الكتلة العصبية بالدماغ، يعني أعصابنا كلها بتتأثر فيها. هلأ هو الوهم على طول ببلش أول شيء بيكون الشخص عايش حياة غير الواقع تماما، وبتتقدم إذا ما تعالج. يعني أول شيء ببلش يحكي يعيش حياة غير حياته العادية، مثلا يكون له وضع معين أو شيء بورجي الناس أنه أنا غير شيء، أني أنا كتير شغلة. بعدين بقى إذا تطورت هاي الحالة معه وما تعالجت، بيصير عنده شيء تاني، وهو أنه بيصير بقى بيتخيل قصص وبيشوف شيء، حتى بيصير لدرجة أنه بيسمع أصوات، بيقولك سمعاني شايفين، يعني بتصير بالفعل حالة مرضية خطيرة. فينا نقول في أنواع لهذا الوهم، لأنه فعليا في أشخاص فعلا ما بتنتبه على حالها. يعني في أشخاص بتكذب بطريقة جدا غريبة، يعني يمكن تحكي لك القصة اليوم ترجع بعد 3 أيام ترجع تحكي لك إياها بطريقة مختلفة، وما فيك تقولي لها أنت كذابة. يعني بحس أنه بعض الأشخاص هي أساسا صار عندها الكذب نمط من الحياة متعودة عليه، ما بتنتبه على حالها. صح تمام. هلأ هون هدول الأشخاص بالذات بيكون صار عندهم خلص طبع، يعني طبع فيهم هن يتعودوا على هذا الشيء معين، وهن لدرجة أنه بيصدقوا حالهم. بس الناس اللي قدامه بيكونوا بعد فترة، على فكرة يعني ما فينا نحن نقول بالبداية البريستيج اللي بيعطيك إياه بيخدعك فيه. صحيح. بتحسي أنه هذا الشخص حقيقي، بس مرة على مرة بتبلشي بقى أنت تشوفي أنه لا مو هيك. كيف ببين معك؟ مثلا أنت بتسألي سؤال بجاوبك عليه وبيحكي لك قصة طويلة عريضة، تاني مرة سألي نفس السؤال بجاوبك جواب تاني، بجاوبك جواب تاني. صحيح. تماما. فمن هون ببلش الشخص بقى أنت يبين معك. هذا الشخص بالذات بتحسي بيحكي كتير أكثر ما يفعل، لما بتقولي له تعال نفعل بتحسي ببلش يتهرب. فمن هون بقى ببين، وبتحسي على طول عنده نقاط استفهام غامضة، إنه فرضا وين ساكن، روح لعند مثلا لعند أهلك أو روح لعند أهلك، أو بتحسي على طول عنده هي إنه لا يلا بعدين يلا. لا، أو أنا ساكن ببرماني بس هلأ قاعد عند أهلي بقدسية، بس أنا اليوم نايم عند رفيقي بس لن بيعش الورق، إنه هيك بتحسي تماما. يعني فبتحسي كيف ترتبط الأحداث ما بتعرفي. تمام. بتحسي هو شخص عن جد مشتت وضايع، بس بالبداية ما فينا ننكر إنه هو شخص ذكي، وفي ناس عن جد بتجذب الناس اللي حواليها. على فكرة في ناس حتى بتاخدها الموضوع مهنة، يعني بيطوروا المواضيع ليستغلوا شخص معين، ليستغلوا إن كان من الجهة العاطفية أو المادية. أكيد. يعني مثل ما قلتي غالية، هدول الأشخاص بيتحول عندهم الكذب لمرض ببعض الأحيان، مثل ما بنقول كذب الكذبة وصدقها أو تمام. عاش فيها. هذا النمط من الأشخاص قد هو بيأثر بالدرجة الأولى على نفسه، وبيأثر أيضا على الآخرين الموجودين حوله. تمام. هلأ الضرر الأساسي هو حيكون على نفسه، لأنه هو عايش بشخصيتين. يعني قد ما بتشوفيه برا عم بيضحك ويمزح ويورجي حاله، بس يرجع على البيت هو شخص انطوائي تماما. وهي أساس الوهم ببلش مع الشخص من الصغر، من طريقة تربية معينة، من طريقة الانزواء لحاله، لأن بيكون متعرض لحالة نفسية معينة، إن كان مثلا تحرش أو بالبيت حالة مثلا الأهل، يعني كلها بتتطور هاي الحالة لدرجة أنه هذا الشخص عن جد بتحسيه منزوي، بيهرب من واقعه بالبيت منزوي على طول، بس يطلع لبرا بده يفرغ كل شيء. بس واحيانا بتلاقي اشخاص ما عاشت هذا الماضي، يعني في اشخاص فعلا عندها ماضي نوعا ما هربت منه من خلال هيدا الشيء، بس في اشخاص فعلا عايشين حياه كثير جميله، ما عندهم ضغوط نفسيه ولا معيشيه، بس عندهم طريقه، نحن بنقابلهم بشكل يومي بحياتنا، بس عندهم طريقه من الكذب مخيفه او ملفته، يعني مع انه عايش بعيله ما فيها شيء، مرتاحين ماديا، بس
مرض يعني بتحسي انه موجود مزبوط. هلا هدول الاشخاص الشق الثاني من الاشخاص اللي بيكون عايش حياه طبيعيه بس عنده الكذب مهني. هلا اول شغله بدنا نحكي فيها المواليد الشهر، يعني البرج بيلعب كتير دور بهالقصه. يعني في حدا من الابراج هو مهنته هالمهنه بحب هالقصه يعني برج. فما فينا نحكي عادي. هلا برج الدلو اكيد من الابراج اللي كتير بيحب انه على طول بتحسي انه بيهول الامور كلها. يعني شوفي شو بيقول لك، مثلا بشوفك الصبح بيقول لك سلمى احزري شو، قولي له شو هيك بيعطيك يعني مع الاكشن قوي تمام. بيقول لك شفت نمر مرق من ناحي، طلعي بتقولي له نمر، بيقول لك ايه نمر، هو شو بيكون مارق قطه عرفتي. فهو من الناس اللي انه هيك وبيعطيكي لا وعن جد هو حتى كيف بدي اقول لك نوع لفت النظر فينا نقول يعني نوع لفت النظر. والشيء الثاني حتى يورجي انه هو حدا كتير هيك يعني بتحسي هدول الناس بالذات بيقولوا لك بيبيعك عمود المرجع انت وعم تضحكي وتلعبي وبدون ما تنتبهي بفوت فوتات رهيبه. فليش عم بقول لك في ناس بيمتهنوها مهنه وبيفوتوا فيها يعني بتحسي انه مهنتهم ما فينهم يعني اذا ما لفوا داروا ما فينهم. وفي ناس هن هيك يعني حاله معينه، وفي ناس لا هن بيحبوا هيك او حتى مشان يكون الانا عندهم كتير عالي فبيبلشوا بهالقصص. ما بدي حدا يزعل انا من الموجه لا لا لا, لا ابدا بالعكس. نحن عم نقول انه يمكن هي هدول الاشخاص فعلا موجودين. ممكن يكونوا موجودين حوالينا. ونحن اليوم عم نحكي طاقة وبنفس الوقت عم نحكي عن الوهم. في ناس بتقول انه هل ممكن نحن نعالج هدول الاشخاص؟ يعني في اشخاص مثلا ما بيتقبلوا فكرة انه هن يروحوا اصلا عن طبيب نفسي او اي نوع من انواع الاستشارات، او حتى اذا قلتي له يمكن كذابي بيتضايق يعني. هل نحن بنقدر نجذب شوي طاقتنا الإيجابية تجاهه وهذا الشيء ممكن يتغير؟ اكيد طبعا فينا نغيره، بس مثل ما حكيت نور وقالت انه نحن في نوع معين من الناس اذا بدك تقولي له كذاب هو حيزعل. بالفعل حيزعل ليش؟ لانه في ناس بتكون متقدمه مع هالحاله هو عم بيحكي بس هو مصدق نفسه. حاله تماما. يعني هو مصدق حاله مثل اذا عم بيقول لك انا شفت هيك انا كذا بيكون فاتح بيزعل منك. نحن في عنا حدا يعني بالحياه بنشوفه اذا بتقولي يعني بيحكي لك السيره 3 مرات اذا بتقولي له كذاب ممكن يزعل منك ما بيحاكيكي تماما. نوعا ما انت بتحبيه لهذا الشخص فبتتاقلمي مع الحاله نوعا ما، بس ما بيتقبل. يعني في احد الاشخاص بيقول لك سيره انه انا بال 2009 عملت هيك، بيرجع بيحكي لك نفس السيره انا بال 2006 عملتها. طب عرفتي في تماماً. في كذب كثير واضح تماما. هلا هون نحن فتنا بحاله مرضيه. هلا هون هذا الشخص ما بينلام، حتى ما فينا نقول له انك انت عم تكذب او كذا، او حتى في ناس مثلا بيسببوا له احراج قدام العالم كله. مثلا بيكون مجموعه من الناس احاجه يا زلمه شو هذا الحكي صرت قايله 100 مره. هون الاشخاص لا نحن بدنا نراعي شعوره لانهم بالفعل هم فاتوا بحاله مرضيه. هو بيكون يمكن عم بيتهيأ له مثل ما قلت بالبداية، بيصير بيسمع أصوات، بيصير بيشوف خيالات، بيقول لك أنا شفت كذا أو شفت كذا. يعني بتكون الحالة كتير اتطورت. هلأ نحن أكيد فينا نعالج هذا الشخص. أول شغلة بدنا نوصله لمرحلة نعيشه الواقع تبعه، نعيش الواقع تبعه كيف انه لازم انت تتقبل حالك باي وضع كنت. ان كنت مثلا فقير او عندك حاله نفسيه، او حتى في ناس بيفوتوا بها مثلا شيء بجسمهم حتى اذا كان شغلات مرضيه او شيء بفوتوا لك بهالحاله. لازم الانسان يعني هي بدايتها هي انه هذا الشخص بيكون رافض للواقع تبعه تماما. من هون بتبلش هي الحالات. اول شغله منطلع له الشغلات الايجابيه الحلوه الموجوده فيه انه انت شوفها، لان هذا الشخص بيكون ما بيشوف غير السلبي. فنحن منطلع الشغلات الايجابيه والحلوه الموجوده فيه منخليه يشوفها وحتى يلمسها، ومنخلي يلي حواليه يحكوا له عليها. الشيء الثاني بقى منبلش نعيش الواقع ونحببه فيه انه انت في عندك كثير شغلات حلوه، انه انت واقعك كثير حلو. صح فلان مثلا عايش بهالمكان وهو ماديا يمكن افضل، بس انت عندك شيء احسن بيكون. يعني منحاول نمشي معه خطوه بخطوه حتى يبلش رجعه لذاته ويحب حاله مثل ما هو. يعني هي مش المشكله على طول انه الشخص لما بيكون ما بيحب حاله. انا لما بحكي مثلا انه حب حالك كثير ناس بيقولوا لي ايه انت عم تقولي انانيه يعني حب حاله. لا انا ما بقصد حب حالك لدرجه الانانيه، بس انت اذا ما حبيتي حالك ما حدا حيحبك، لان مثل ما بتشوفي حالك الناس بتشوفك وهذا واقع. يعني انت بتفوتي على مكان بتكوني انت قبل ما تفوتي على المكان عندك ثقة بحالك وعم تقولي أنا رح أطلع تمام وأنا حلوة وأنا حكون مثلا أجمل وحدة. بالفعل الناس حتشوفك هيك وحتقلك واو كنتي كتير طالة حلوة. أما إذا فتي وعندك نقطة خوف بقلبك وأنت عم تقولي يا ترى حأطلع أو هذا الشكل صغير يا ترى حأطلع أو شيء، نفس الشيء هو ترددات كونية أنت بتنقليها لكل الموجودين بيجرعوا بيقولوا لك كأنه كنتي ما كان عندك ثقة، مو مثل القبل، قبل كنتي أحسن. هذا الشيء أنت نقلتي للناس ما هن شافوه، يعني ما شيء إنه موجود بالفعل فيكي. فأول شغلة بدنا نرجع لحالنا
نحب حالنا ويكون عندنا الثقة بكل شيء عم نعمله حتى نتخلص من هالحالة. أكيد. أما هلأ بنتابع حديثنا معك دكتورة غالية، وكنا نحن بنستغل الوقت أنا وسلمى تحت الهواء عم نحكي عن هاي التفاصيل فعليا اللي يعني عم نشوفها بحياتنا. نسبة الكذب نوعا ما عند الأشخاص صارت كتير كبيرة. صحيح. في أشخاص مثل ما قلتي دكتورة أنه ما بيقبلوا حتى تقولي لهم أنتوا كذابين. صح. أو عم تكذبوا، أنت بتتأقلمي معهم. طبعا. يعني بتوصلي لمرحلة أنه كل حديث بتسمعيه أنه أوكي، يعني بتأكدي عليه معهم لهي الدرجة. تمام. يعني في أشخاص حتى بيضلوا بيقولوا لك مثلا بيكون عنده هو خوف كتير رهيب، مثلا بيخاف من أي شيء، أنا ما بخاف، أنا بقتل فلان، أنا بضرب فلان، أنا كذا أنا كذا، هذا الخوف اللي جواته بيضل بيحكي ناح الناس. هلأ بس تتكرر الموضوع أكثر من مرة أني أنا ما بخاف، أنا شفت كذا بدي أضربه، أنا شفت حدا بدي أعمل له، هون بتعرفي أنت أنه هذا الشخص لا، في حالة مرضية معينة، في شيء مسبب له هذا الشيء، هو ما نو طبيعي يعني. والحالة الثانية بقى أنه بتحسي هي ما فينا نقول حالة مرضية، هي فينا نقول تقدم بالسن يمكن، يعني هي بتكون طبيعية عند الأشخاص، هي ما فينا نقولها أنه كذب. مثلا شخص كان بزمانه له شيء معين بيصل لمرحلة أنه هو خلاص فقد هذا الشيء، مثلا عند المتقاعدين بسن كبير بتلاقي عندهم، فبيضل بيقول لك انا كنت وانا ولما كنت ولما كنت، لدرجه انه بتحسيه عم يعيش كل حاله يعني، وكانه انه هو هلا، لدرجه انه بينسى حاله، بحس انه هلا هو بقلب الحدث. هلا هذا ما نوع من الكذب ولا نوع من، هلا هن بيسموه نوع من الوهم. تمام، هو موهوم كثير انوهم بهذا الموضوع، بس ما فينا انه نجي نحن نصده او نجي نقول له انه انت حاله مرضيه انه لا بدك علاج. هون لا، وصل مرحله انه سن معين ببلش الشخص بيحس انه بلش يفقد شيء من اللي كان موجود عنده، فبيبلش يطلع لك بقى يحكي لك عن الماضي انا وانا، او مثلا بيقول لك مثلا اذا هو ما عنده شيء هلا بحياته بلش يرجع لك لكثير قصص قديمه، مثلا ابي او كذا او شيء. هلا في كثير ناس ما بيحكوا لك عن حالهم انا هلا شو، مثلا بيحكي لك انا خالي مين او انا جدي مين، او طب انا هذا موضوع ما بيهمني، انا بيهمني انت مين، انت شو حققت. كمان هدول بتحسي الناس موهومين بس بيخافوا يحكوا عن حالهم، بيعرفوا انه هن ما في شيء، بيضلوا بيحكوا لك عن الناس اللي قبل انه كان وكان وكان. يعني عندك اكثر من حاله من الوهم، وكل حاله لها طريقه علاج معينه. اكيد. طيب غاليه، بما انه يمكن مشكله الوهم او الكذب اللي تحولت لمرضيه مثل ما حكينا، منشأة طبعا قلنا التربيه، يمكن الظروف المعينه الوضع فيها هذا الشخص لحتى صارت عنده هاي الحاله المرضيه، وباعتبارهم هن ما بيعرفوا دور المحيط بخلينا نقول العلاج قد ايه مهم، يمكن الاهل المتواجدين الاصدقاء، كيف نحن ممكن نسمع له ونصغيله ونسايره وبنفس الوقت نقدر نساعده. تمام. هلا دور المحيط كثير مهم، بس نحن في نقطه هون. هلا هذا الشخص اللي تعرض لهالحاله المعينه اللي فات بموضوع الوهم، مثل ما حكيتي سلمى عنده حاله مرضيه، من الصغر هو ما عنده هي الثقه بنفسه، يعني اساسه عدم الثقه والقبول. اذا اهله ما عطوا هذا الشيء بس يكبر مستحيل حدا يعطيه، فهون فات بموضوع معين. يعني بيقول لك هلا نحن وصغار منين انت بتتكون عندك هي الثقه؟ من ابوك وامك. يعني لما بتقول لك امك انت كذا، انت شاطره، انت كذا، يعني هذا الشيء بيكبر معك. اما هذا الشخص لما بيفقده من الصغر وقت يكبر، لو بتجي بتحكي للمحيط مثلا حتى ولو كان عمره 10 سنين، لما بتجي انت بدك تبلشي مثلا تقولي لامه لا انت عطيه الثقه انت كذا، هو بلش بقى يفوت بحلقه هي ما كانت هيك، شو عم تضحك علي او كذا. يعني هذا الموضوع لازم نزرعه من الصغر اساسا انه الثقه اكيد، بس في فرق برجع بقول بين الثقه والغرور. ما بيجي انا بمدحه وبضل بقول له قصص انه انت كذا وانت كذا وهو عم بيعمل اغلاط، اكيد لا، انا بمدحه بشيء معين انه انت شاطر، انت حتكون منيح، انا شايفت لك كثير مستقبل حلو، حتى ما يفوت بهي الحاله المرضيه، يكون هو بشخصيتين جوا البيت بشيء معين وبرا البيت بشيء معين، وهذا اللي عم يؤدي لهالقصص. يمكن الحديث معك ممتع دكتوره غاليه، والوقت بيخلص بسرعه. بدنا نشكرك على وجودك معنا، بدنا نقول لك مره ثانيه عقبال المية. شكرا كثير لك حبيبتي. تسلمي. شكرا لك دكتوره. تسلمي. شكرا لوجودك معنا حبيبتي. اما هلا